ملاك العمل بيتعلق بخص جمال المرأة، يشمل جمال المرأة الكامل. إيش إحنا هون كنا متعودين على وحدة تتعلم في الصالون، إحنا هلا بنقدم دبلوم. هون إحنا في عنا دبلوم متخصص كامل بيحكي عن جمال البشرة، عن جمال المرأة في كل إشي. في عندك جمال علاج بشرة، في عندك تجميل كامل، في عندك للشعر تسريح ميك اب، في عنا لكل إشي بخص جمال المرأة. يعني كيف إنه هون في عنا إحنا جمال المرأة مختفي، إحنا بدنا نظهر هذا الجمال في دورات معينة، إنه كل صبية كل ست يكون عندها اتدربت معانا هون في الدبلوم، مش زي كأي تدريب برا. يعني إنه إحنا تدريبنا رح يكون متميز، دبلوم جامعة بدها تخرج هون كاملة متكاملة من جميع الأصناف. في عندك البشرة، في عندك الشعر، في عندك القص، في عندك الأظافر، المناكير وبديكير طبعاً، وفي شغلات إضافية ممكن إنه إحنا نضيفها خلال الدورة. في عندك 913 ساعة كاملة سنوية، هاي الدورة راح تكون مدتها إن شاء الله. هلأ هون في عنا في المكان، كل مكان له تخصص متعين، في خبيرة راح تكون موجودة إن شاء الله معنا مع المتدربات، خبيرة محترفة راح تعطي وتقدم الدورات. اليوم الجامعة بتقدم شيء جديد للشارع الفلسطيني والشارع الكرمي، للمجتمع الفلسطيني والمجتمع الكرمي، اللي هو افتتاح مركز التجميل والعناية بالبشرة. هذا المركز هو مقدمة لدبلوم، لعرض دبلوم متخصص في مجال التجميل والعناية بالبشرة، بيشتمل لعدد ساعات 915 ساعة تدريبية لمدة عام كامل. بنقدم هذا البرنامج حتى يستفيد منه شريحة مهمة من شرائح المجتمع الفلسطيني، ألا وهي شريحة المرأة الفلسطينية. كما ذكرنا سابقا، الجامعة هي جامعة الدولة، تنفذ سياسة الدولة بمحاولة تسليح الشعب الفلسطيني بالمهارات اللازمة من أجل النهوض بالمجتمع الفلسطيني وتخفيض البطالة، وبالتالي دائرة التنمية المجتمعية في الجامعة قدمت هذا الدبلوم المهني المتخصص الذي يوفر للصبايا للسيدات في المجتمع الفلسطيني فرصة للحصول على مهنة تستطيع من هذه المهنة أن أولا نخفض البطالة، وثانيا نشغل المجتمع وننمي ونوفر حاجة ماسة للسيدات بما يتعلق بالعناية بالبشرة، بالتجميل، بكل ما تحتاجه المرأة بهذا الخصوص وهذا المجال.